بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الأخوات والإخوة، أسأل الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المكان. كان قبل أيام مملوء بالماء، يعني دخل علينا المطر من الأبواب وكانت هنا بركة يعني للماء، ويبدو أن المكان يقول لنا ارحل. احنا ان شاء الله قاعدين نرتب الانتقال الى المبنى الجديد، والترتيبات تجري على قدم وساق، وان شاء الله مع بدايه رمضان ان شاء الله ننتقل الى المبنى الجديد، وان كانت كل التجهيزات لم تتم بعد. اليوم اخواتي واخواني عندنا ضيفه كريمه على منصه مركز عبد الرحمن الثار الثقافي، مبدعه وفي مجال حقيقة يحتاج كثير من العناية وكثير من الخبرة النفسية وكثير من القدرة على تحريك الشخصيات وخلق الحوادث وابتكار القصص المستوحاة من المجتمع المحيط ومن الخيال ومن القدرة على ابتداع مواقف إنسانية ومواقف حياتية للبشر تعطي صورة من صور الموهبة التي تستطيع بما حباه الله من قدرات وإمكانيات، على أن توعنا احنا القراء أو المشاهدين أو المتفاعلين، تضعنا في جو الحدث وتجعلنا جزء من هذا الحدث، كما تحسون في مشاهدة الأفلام السينمائية والمسلسلات. نندمج احنا في الأحلام ونحس ان احنا ما نستطيع ان الا اذا بدأ مسلسل الا ان نكمله، لان نكون احنا جزء من الحدث، ونكون احنا في نفس الوقت متشوقين نشوف ماذا سيحدث لهذه الشخصية، وماذا يريد الكاتب أن يفعل بهذا الشخص. وساعات احنا نزعل نقول ليش فلان مثلا زوج فلان من فلان، أو ليش فلان قتل فلان. هو المؤلف، لأن المؤلف هني هو الحاكم، هو المتحكم في هذه الشخصيات التي يخلقها. سيدتنا من مواليد المنام، حاصلة على بكالوريوس في الآداب والتربية، تخصص اللغة العربية من جامعة قطر عام 1982. أنا لو قريت في هاي الوقت كان جيت أهنش، لأن أنا كنت في قطر وكنا نأسس مركز التراث الشعبي لدول الخليج، وحاصلة على الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب. اجتازت برنامج التنمية المهنية للمدراء المساعدين عام 2012، حاصلة على دبلوم عالم في القيادة المدرسية بامتياز مع مرتبة الشرف من كلية المعلمين بجامعة البحرين عام 2013. عملت منذ تخرجها مدرسة للغة العربية، ثم مدرسة أولى لنفس المادة، عملت مديرة مساعدة لمدة 4 سنوات، ثم مديرة لمدرسة توبلي الابتدائية للبنين. يعني خبرة تربوية، وهي طبعا أم، فخبرة أسرية، وهذا طبعا الخبرات ذي تضاف إلى القدرة الإبداعية. بدأت في كتابة القصة في سن مبكرة، ونشرت في العديد من الصحف المحلية والخليجية. فازت عام 2007 بالمركز الأول عن قصة بعنوان الحب المستحيل الزائرة الغريبة في المسابقة السنوية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، كما فازت عام 2010 بالمركز الثالث عن قصة حب بين الثلوج. أصدرت مجموعتين قصصيتين، جحيم المطلقات عام 2008 والزائرة الغريبة عام 2009 وقصة الساحل عام 2016. حاليا تعد لإصدار مجموعة قصصية جديدة، مذكرات مديرة وقصة الحب المستحيل. طبعا احنا اليوم امام قدرة متعددة،
وخبرة في متنوعة، خبرة حياتية وخبرة تربوية، ومعانا الأستاذة أمينة الكوهجي. أهلا وسهلا. أمينة راح تتحدث لنا عن تجربتها في هذا الميدان، وإن شاء الله إحنا راح نتفاعل معها إذا كان في أسئلة أو مطارحات أو مداخلات. تفضل يا أستاذة. شكرا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أشكر الأستاذ علي للتقديم الرائع هذه، أتمنى أن أستحقها، وأشكر مركز كامل الثقافي اللي اتاح هذه الفرصة لي أن أعرض تجربتي في الكتابة. طبعا أنا اليوم وايد فخورة صراحة لموقفين. الموقف الأول أن الأستاذ علي رغم مشاغل العديدة ومشغولياتها يعني أتاح لي هذه الفرصة وعرفني بكم. والشيء الثاني اللي ساعدني أن أشوف عائلتي معي على طول معي في كل مرحلة حياتي، وأشكرهم وأحبهم وايد. أنا اليوم بستعرض رحلتي في الكتابة، وطبعا حاولت أرجع بذكرتي، أتذكر متى بدأت رحلتي بالكتابة، متى بدأت رحلتي مع الكتابة. اكتشفت إني بدأت رحلتي في الكتابة من الصف الخامس الابتدائي. مدرسة اللغة العربية طلبت مني أن أكتب موضوع عن شنو أمنيتك في الحياة. ما أدري، تاري كتبتها بطريقة يمكن كانت أعجبت المدرسة. كطفلة في الصف الخامس شيء من الفخر أخذت الموضوع وديته حق المدرسة، ومدرسة ودوه حق المديرة. فتفاجأت وأنا طفلة في الصف الخامس كانت المديرة حزتها بالأستاذة سكينة قحطان الله يرحمها. المديرة والمدرسة يودوني ديوانة في الصف الخامس الابتدائي ويدرون فيه من صف لصف، أعرض القصة قدامهم. يمكن كان وايد مميز بالنسبة لهم يمكن. طبعاً هني بدأت علاقتي بمدرسات اللغة العربية. هذا أول محطة لي، مدرسات اللغة العربية. هم اللي يعني كان لهم الفضل في دعمي، في إرشادي، في جعلي أحب القراءة. طبعاً هذه المدرسات اللغة العربية في جميع مراحل دراستي، سواء كانت الابتدائية ولا الإعدادية ولا حتى الثانوية، هم اللي رسوا فيني حب القراءة. إلى جانب إني كنت في عائلة محبة للتعليم. والدي الله يرحمه كان مشجعين بالتعليم، وكان حتى يرصد لنا جوائز مالية اللي يجيب مراكز طبعاً متقدمة في التعليم، وكان يشجعنا على القراءة وايد. طبعاً هذا خلاني وأنا طفلة أحب القراءة جداً. فكنا نمشي، بيتنا كان في القضبية أتذكر، كنا نمشي عارينا إلى مكتبة المنامة. طبعاً وأنا طفلة دخولي مكتبة المنامة كانت شميداشة مغارة علي بابا، يعني مكان سحر بالنسبة لي. كنت وايد يعني نحب القراءة في هذه السنة. يعني أتذكر وأنا في المرحلة الإعدادية خلصت ثلاثية نجيب محفوظ، وخلصت طه حسين، وخلصت فيكتور هوغو، وخلصت كثير من الأدباء اللي يمكن شبابنا الحين ما عرفونه، وأنا في المرحلة الإعدادية كنت مخلصاته قريتها. طبعاً انتهيت من المرحلة الثانوية وانتقلت للجامعة. وفي الجامعة هني بدلت طبعاً التخصص. تعرفت على أنواع المقالة، تعرفت على الشعر الحديث، الشعر القديم، الشيء أكاديمي. بديت أعرف الكتابة بشكل أكاديمي متخصص شوية. هني بديت في الكتابة في جريدة الراية، بديت أكتب قصص وانشرها في جريدة الراية. لما كنت أرجع للبحرين بديت أتشجع أن أنشر في أخبار الخليج. هني كانت بداياتي في النشر. انتهيت من الجامعة وتعينت كمدرسة لغة عربية، وتعرفت حزتها على الأستاذ أحمد السعاتي. كان حزتها ينشر، كان رئيس تحرير الخليج الإماراتية. بديت طبعاً أتواصل معه وأنشر قصصي في هذه الجريدة. بدأ طبعاً أول أستاذ ليت صراحة، وكنت أتمنى يكون موجود معنا الحين، الأستاذ أحمد السعاتي دعم لي وايد. بدأ يرشدني، يعطيني نماذج من القصص، خليني أقرأها وأرجع أتناقش معه فيها، نقاط الضعف والقوة، شنو اللي عجبني شنو اللي ما عجبني. وايد استفدت من في المرحلة هذه، وكان يشجعني. طبعا في 2002 بديت مع الأستاذ علي الستراوي في
في الوعدون، زاوية الوعدون من 2000 إلى 2005. بديت أنشر بشكل مستمر. طبعاً الأستاذ علي ستراوي أيضاً كان داعم كبير لي، فأنا كنت أتمنى يكون موجود معنا الليلة، بس ضل صحي ما يكون موجود معنا، حتى كان المفروض يكون مدخل معنا. طبعاً الأستاذ علي ستراوي بعد كان له فضل كبير بالنسبة لي، يعني من الناس الداعمين لي اللي شجعني، اللي كان طبعاً أي قصة أكتبها كان ينشرها بشيء وكان يحط عليها تعليق. كان في زاوية للوعدون ينشر طبعاً يوصل لنا شنو وجهة نظر القراء بالنسبة للقصة اللي نشرها. يعني ذكر على سبيل المثال حب الثلج، وايد مكالماتيات كان في إعجاب لها فحط هذه الملاحظات، كان يكتب تعليقاتها ويرشدنا. كان في لقاءات أيضاً مع الناشرين في الوعدون. طبعا هذه مرحلة جدا كانت مهمة بالنسبة لي، شوي رسخت وأعطتني ثقة بالنفس شوية. طبعا من خلال زاوية الوعدون تعرف بالأستاذ حمد الشهابي، هو قرا لي قصة واتصل بالأستاذ علي ستراوي وطلب رقم تليفوني. طبعا كانت في نيته إني أحول واحدة من هذه القصص إلى شيء سينمائي، أو يعني أحولها إلى عمل سينمائي، لكن اللي صار شيء ثاني. طبعا أنا في هالفترة كتبت أول قصة لي من هالمجموعة اللي جاح من المطلقات، كانت قصة إحدى المطلقات وكتبتها له وعرضت عليه. القصة أثرت انتباهه وقال لي أنت تعرفين نصين من المطلقات؟ قلت له إيه، في محيط العائلة وهاليوم يعني وايد أشوف نماذج. قال لي شايش تعطيني بعد. أبتدى قصة يقول لي أعطيني بعد، لحد ما كونت 15 قصة واقعية هي من بطلات موجودات في حياتي، من الأسرة، من المحيط. وطبعاً بدأنا في التفكير في إصدار أول مجموعة قصصية. طبعاً هو كان معي خطوة بخطوة الأستاذ حمد الشهابي صراحة، يعني عرفني على دار النشر، وطبعاً بالنسبة للمصمم الصفحات الداخلية، حتى في اختيار العناوين. طبعاً لما عرضت او اصدرت هذه المجموعه كان لها صدى كبير صراحه. طبعا بطلات القصه وايد كان تفاعلهم عجيب بالنسبه لي. انا صراحه متخوفه، قلت انا لما كتبت قصتهم، انا طبعا حميتهم، ما كتبت الاسامي ولا كتبت بعض، غيرت بعض الاحداث، وتوقعت انه بيكون في رد فعل سلبي. بالعكس رد الفعل كان وايد جميل، يعني حتى بعضهم يوم يصيحون، بعضهم كانوا وايد متفائلين. يعني ان عرضت قصتهم وعرضت مشكلتهم. في مجموعه جديده من المطلقات كانوا يطلبوني ان اصدر مجموعه ثانيه جديده، وانا صراحه ما بغيت رفض، لان ما بغيت اربط روحي في سياق المطلقات او في نفس النمط، فما رضيت. طبعا هذه طبعا المجموعه ما جبتها بس خاليه، حاولت ان استشير رجل دين اللي هو الدكتور احمد المحمود، قرا المجموعه وكتب طبعا رايه منظور ديني. طبعا عرضت على الدكتوره بنا بوزغون وقرات المجموعه وكتبت من ناحيه نفسيه، كمناقشه لقضيه الطلاق في المجتمع البحريني وشنو وجهه نظرها وشنو اسبابها. طبعا الاستاذ حمد الشهابي كانت له كلمه بعد، كتب من المنظور الادبي نظرتها بالنسبة للطلاق طبعا كظاهرة متفشية متزايدة في المجتمع البحريني. طبعا المجموعة 15 قصة واقعية لبطلات موجودة معنا. هذه كانت المجموعة الأولى. طبعا لما عرف المجموعة هذه وايد من الناس كانوا يسألوني، احنا ما كنا قرينا لك، ما سمعنا. فهني فكرت طبعا انشر في الجريدة وانشر في المجلة. هني جاتني فكرة اني اصدر مجموعة ثانية. طبعا هذه المجموعة كانت 2008، المجموعة الثانية اصدرتها 2009. وطبعا حبيت ان طبعا اكتبها بعنوان، تكون بعنوان الزائرة الغريبة. طبعا الزائرة الغريبة قصتها بعد شوية مع حمد الشهابي، هو كأستاذي كان يحطني في مواقف تحدي. ففي يوم قال لي بتحدث شيء، قلت له شنو؟ قال لي بعطيش كلمتين وحاولي تكتبين القصة. قال لي امرأة في مستشفى، قال لي كلمتين بس. طبعا هالكلمتين كانت دافع لي، حركت فيني شيء، تخيلت
امرأة في المستشفى شنو بيكون؟ القصة يعني إذا تقرونها بعيدة كلش عن امرأة في المستشفى. القصة دشت في صميم عمل الممرضات، والمريضة موجودة وفي زائر غريبة تزورها، وشنو قصة زائر الغريبة. طبعا هذا القصة أنا دخلت فيه مسابقة الوزارة وفزت فيها بالمركز الأول، وطبعا تشتمل على العديد من القصة الثانية. طبعا طبعا هي قصة الساحر، فكانت في القصة هذه كمناقشة لفكرة الإنسان الذي يتمتع بالحدث، القدرة على الحدث، القدرة على الحدث، التخيل أو التصور أو توقع ما سيحدث. وهي صراحة مستوحاة من شخصية قريبة مني. لما أصدرت أو كتبت قصة الساحر، أنا جربت تجربة جديدة صراحة، يمكن ما غيري جربها ولا لا. أنا وبنتي جربناها قبل ما أنشرها كرواية أو كقصة. أنشرها، جربت أن أنشرها في منتدى شبابي بشكل مباشر. فكنت أنشرها، هي 37 مشهد، كنت بشكل يومي أنا وبنتي طبعاً نحط المشهد ونشوف رد الفعل اللي صار. صراحة ردود الفعل كانت وايد تسعدني، لأن الشباب لما كانوا يقولون كل مشهد كان لهم تفاعل قوي مع الأحداث. يعني أتذكر من المواقف الطريفة في واحدة من المشاهد، البطلة تتعرض لموقف مع المدير، ولدها يمرض وتتأخر وتطلع من الشغل وتترك سندات مهمة، والمدير طبعا يصير في شد معها. طبعا كم وسيلة السباب اللي حصلها المدير الفقير ما تتصورونه. حصل كم من الشتامة، شلون ما يقدر الشيء. موقف ثاني بعد طريقة البطلة لما مرض ولدها، فالتفاعل والتعاطف، وكأن الولد ولدها، التعاطف كان جدا يعني كبير. أنا استمتعت صراحة بالتجربة هذه، تجربة التفاعل المباشر مع الجمهور، مع الشباب نفسهم، وكنت أستفيد في كل يوم. كل يوم كنت أحط لهم حلقة إلى أن وصلت الحلقة الأخيرة توقفت. وطبعا حصلت احتجاجات كبيرة، شنو الخاتمة بتكون؟ أنا طبعا كنت بصدر كتاب، فما معقول بحط الخاتمة، فما حطيت لهم. فصاروا ينتظرون لحد ما أصدرت الكتاب عشان يشترون الساحر. طبعا أنا بالنسبة للمستقبل، متوقع الأستاذ علي بصدد نشر مذكرات مديرة. طبعا هذه المذكرات هي نتاج عملي كمديرة مساعدة لمدة 4 سنوات في مدرسة من مدارس البحرين. كنت تجربة لصيقة بمشاكل الطالبات، وكنت أحاول أحلها بقدر الإمكان، وكنت يعني أدخل في صميم حياتهم ومشاكلهم. من هذه طبعا هذه التجربة المريرة صراحة، لأن في مشاكل كانت يعني تؤلم الفتيات في عمر الزهور في المرحلة الإعدادية، ويكونوا ضحايا لتمزق أسري ولا ضحايا لمشاكل موجودة، وهي ينعكس على سلوكياتهم في المدرسة وعلى مشاكل خطيرة كانت. كنت أحاول بقدر الإمكان ألم هالمشاكل وأساعد هالطالبات. طبعا جمعت 12 قصة واقعية في صدر طبعا إصدارها إن شاء الله بعنوان مذكرات مديرة. آخر شيء طبعا من مشاريع أيضا في شيء اسمه قصة الحب المستحيل. يمكن الحب المستحيل تجربة ما أدري حد تعرض له ولا لا، قضية مرض السكلر. قصة شابين، قصة رومانسية لشابين من الطائفة السنية، من الطائفة الشيعية الكريمة، طبعا يحبون بعض، وقصة طبعا فيها تشعبات كثيرة، وطبعا يواجهون مشكلة الإصابة بمرض السكلر. فالحب كان مستحيل تقريبا. هذا اللي عندي. أستاذ شكرا جزيلا على هذا العرض، حقيقة الشيق والمركز. يعني إذا أخواتي وإخواني استمعتوا إلى هذا العرض، في علامات في هذا العرض. أول شيء هو الإصرار على النجاح، لأن الإصرار على النجاح هو أهم
عناصر النجاح إذا كانت هناك موهبة حقيقية. ونلاحظ كذلك أن أغلب النماذج اللي تفضلت بها الأستاذة أمينة نماذج من الواقع. أولاً قربها من هذه النماذج كمدرسة وكمديرة مدرسة، قربها من العائلة. القرب من العائلة لا يعني أن أنت وياهم في بيت، لا، القرب هو التفاعل مع ظروف كل فرد من أفراد العائلة والدخول معه كطرف في أي حدث في أي مشكلة، والقرب النفسي والروحي من هذه الشخصيات. القرب من هذه النماذج خلى عند الأخت أمينة كمية من النماذج اللي ممكن تصنع منها أحداث وتحركها بذكاء وتحركها بفن من الفنون. الحمد لله أن البحرين عامرة بالشخصيات التي تستطيع أن تبذل جهد لتشجيع الطاقات. هذا ترى مش موجود في كل المجتمعات. في مجتمعات يعني ساعة مواهب تموت لأن واحد يجي كسر مياديفها تماما، ما تعرف تكتب، أنت ما تجيب الكتابة، أنت وينك وين السوالف. وفي شخصيات لا، تبث فيك روح الحماس وتجعلك تتشبث وتدفع بك إلى النجاح وتعينك وتساعدك وتفتح أمامك الطرق. ودور الأستاذ حمد الشهابي والأحمد السعاتي والشخصيات اللي تفضلت الأستاذ تذكرها كلها شخصيات اجتماعية معروفة بدورها في الوسط الصحفي في الوسط الثقافي. إضافة إلى ذلك أن القبول برأي الآخر، يعني في كاتب أنت تقول له رأيك ما يقبل، يقول لك لا أنا رأيي شيء، وفي كاتب لا يأخذ ويعطي معاه ويتقبل منك الرأي الآخر حتى لو كان سلبي. وهذه ميزة من ميزات المواهب الحقيقية. الموهبة الحقيقية هي الموهبة التي تسمع للآخر وتجيد الاستماع، وفي نفس الوقت أنت تستمع وبعد ذلك أنت تراجع نفسك، تجي إلى نصك إن كان قصيدة إن كان قصة إن كان أغنية إن كان لحن، تأتي إليه بينك وبين نفسك وتقيس في الميزان، ميزانك الشخصي، إلى أي مدى الكلام الذي قيل لك صحيح أو مقرر أو لتكسير معيارك أنت تحدد. لكن القبول بالرأي الآخر ميزة لازم يتقبلها المبدع حتى يستطيع. ليش؟ لأن الآخر هو الجمهور، هو هذا فرد من الجمهور، ممكن يشكل رأي مو رأي هو الفردي وإنما رأي مجموعة من الآخرين. فلذلك حقيقة أنا أحيي الأستاذة أمينة على قبولها بالرأي الآخر وتفاعلها مع هذا الرأي. يعني الأستاذ علي السفراوي، حمد الشهابي، أحمد السعاتي وآخرين وآخرين، ربما يعني فات تذكر أسماءهم ربما أو كذا، لكن هؤلاء فاعلين ودورهم دور حيوي. وأنا أعتقد أن يعني من المهم جدا، يعني أنا أول ما كتبت قصيدة حطيت المدرس مالي مدرس اللغة العربية قال لي شال حكي هذا ما في وزن، ما في وزن. قلت له شنو الوزن؟ ما عندي فكرة عن شنو الوزن. قال في بحور الشعر مكتاب، في بحور الشعر وفي كذا وفي كذا، إذا تعبي تكتب شعر ادرس شعر في البحور، أنت تلتقط من الإفادة إن هناك بحور للشعر أنت ما تدري عنه. وممكن تقول بل خلاص أنا ما أعرف، سد الباب، أنا ما أعرف أكتب، أكتب في الآخر. لكن هذا الرجل ليل أنا أذكر فضلا، أنا كنت في الصف الأول أدابي، لكن أذكر فضلا أن نبهني في شيء اسمه البحور، أنا ما كنت أدرج فيه بحور ولا في أنهار. فلذلك يعني هؤلاء يشكلون علامة، يعني الأشخاص اللي ذكرتهم الأستاذة أمينة يشكلون علامة في مسيرته ويشكلون عتبة من عتبات الصعود. فحقيقة كل التحية للأستاذة أمينة، وأنا أحيي ما تفضلتي به وأشكر
الأستاذ علي السطراوي وحمد الشهابي وبقية الإخوان وأحمد السعادي. تفضل. في فيديو. أمام سلمان عينيه وكأنه يحاول رؤية شيء خفي أمامه، ثم قال بثقة: سيدخل خالد الغرفة بعد أن عدى 1، 2، 3 الآن. وبين دهشة نوال وتصفيق خلود وتهليلها، دفع خالد الباب بقوة وهو يهتف بحرارة: سلامات يا بطل، سلامات. هذه جزء من كتاب ألفته الأستاذة أمينة الكوهجي بعنوان الساحر. أمينة الكوهجي تمتاز بالكتابة الشيقة اللي ممكن تلفت في النظر. طبعاً هي صدر لها كتاب جحيم المطلقات اللي يحتوي أعتقد على 14 أو 16 قصة عن المطلقات وكيف يعانون، لأنها قدرت تستوفي من المجتمع هذه القصص وتأرخها وتثبتها في كتاب، لأنه حتى صالح للرجوع والمنفعة والفائدة. كذلك كتبت الأستاذة أمينة كتاب رواية الزائرة القريبة، وأنا أظن أن أمينة أستاذة أمينة الكوهجي لها بصمة كبيرة في الأدب والفكر البحريني، وهي من الناس الصبورين اللي ممكن تكتب رواية وأكثر من رواية خلال السنة. فأنا أهنيها جدا كبير التهنئة على نشاطها الفكري الثقافي، والله يعطيه العافية. طبعا اللي تفضل به الأستاذ حمد والأستاذ حمد شهابي كلكم تعرفونه، مسرحي، كاتب مسرحي وأديب وكاتب وشخصية ثقافية حقيقة لها وزنها، وعندما يقول مثل هذا الكلام أكيد وزنه بالميزان الذهب. هذا معرفون ان ميزان الذهب مو كل شيء ينحط فيه، يعني في القلق صغير والان الكتروني صار يعني. فكل التهنئه حق الاستاذه امينه، واحنا الان راح نستقبل اي مداخلات او اسئله توجه حق الاستاذه امينه. راح اسجل اسماء المتداخلين اذا ما راح نبدأ بالدكتور. تفضل. دقيقة بس الميكروفون. تفضل. كيف يكون جحيم؟ يعني هي شردت من جحيم، يعني وين الجحيم؟ يعني اللي كانت فيه ولا رايح عليه؟ لا، اللي كانت فيه. يعني إذا شفت الغلاف اللي كانت في جحيم، أتمنى تدري القصص ال 15، يعني مركزين على اللي كان ولا اللي جاي. أنت بتشوف القصة على فكرة مكتوبة بطريقة أدبية جدا بسيطة. نسيت أقول طبعا إن هذه القصص موجودة الحين في كثير من مكتبات المدارس، فيها إقبال على الطالبات نفسهم يقرونها، ترى مستوى حتى الطالبات يقرونها وإقبال عليها. طبعاً أنا كنت أهدف منها توعية، اللي يشوف العنوان صادم يقول شنو اللي يعني شيء سلبي أو شيء يخرع، بالعكس القصص مكتوبة بطريقة أدبية جداً بسيطة متناول حتى الطالبات الإعدادية. القصص منها التوعية، يعني حتى التقدمة اللي قلت لك عنها هي كانت توعية للمقبلات على الزواج، وحتى اللي يفكرون في المستقبل الزواج شنو اللي يكون الاختيار السليم، بحيث يعني ما توقع في مشكلة الطلاق. شكرا دكتورة. أستاذة دكتورة جميلة، السلام عليكم. أستاذة أمينة الكوهجي، سعيدة جدا بمعرفة رحلتك إلى الكتابة أو مع الكتابة. الحقيقة من الواضح من أسماء الكتب اللي تفضلتين فيهم يعني عندش خبرة في كتابة
عندهم علاقات شيء اجتماعية، وضع شيء اجتماعي، خبرش في المدارس وإلى آخره من الأمور. أصبيت الخبرة هذه الاجتماعية في قصص وكتب تعني بهذه الخبرة. بشكل عام إن الكتابة هي خلنا نقول عيون وقلب الحياة، من خيال، من معذرة، من موهبة، من انتقاء الكتاب، انتقاء المفردات، وإلى سواء خيال حاضر، خيال مستقبلي، إلى آخره. السؤال أين تضع نفسها أو ترى نفسها الأستاذ أمينة الكوهجي من هذا الخيال خارج الواقع؟ مثلا الآن أنت عندش قضايا حقيقية، أنا مطلقات فصدر كتاب كذلك، وعندش فكرة عن المشاكل اللي تعاني منها الطالبات وصبيتيها في كتاب. ما هو مستقبلك؟ يعني النظر المستقبلية إلى أمينة الكوهجي في الكتاب. أنا غفلت شوية، أنا لي قصص حتى وطنية أنا ما ذكرتها، أي أنا وياك ما ذكرتها، يمكن اللي كان وايد في عيني كان طيب شوي، ما كنت على طبيعتي ودري في عيني، مزعج. يعني لي قصص وطنية في زاوية الوعدون، كتبت عن رقيد الغضب، وكتبت طريق اللاعودة، وكتبت طلقة الغادرة، وغزالة، والطائر الذبيح، والعرس الدامي، والنمى، كلها وطنية. بالنسبة للقصص الاجتماعية كتبت المدمن عن الإدمان، وكتبت شيء من الفرح، كتبت السكون في العاصفة، هذه واحدة فيها السرطان قاعد تموت في اللحظات الأخيرة أثناء عاصفة، قصص جدا محزنة صراحة. وكتبت بعد لقاء مع الماضي، حب بين الثلوج، خفقة القلب، هي متنوعة صراحة. يعني أنا ما أقدر أربط روحي في زاوية واحدة أستاذة. إذا بين الواقعية والخيال إلى آخره. وأي موقف يستهويني أو أي يجذبني أكثر فيه. شكرا. إذا ما في أسئلة أخرى. جعفر، أستاذ جعفر، تفضل. مساء الخير. أهلاً وسهلاً أستاذة، رحب فينا الليل. أنا أبغي أعبر تعبيري أن طاقة الكتابة طاقة غير عادية لا توجد عن كل إنسان. يعني في ناس ممكن يقدر يخطب ساعة ساعتين، لكن يقول لك اكتب سطرين ما يقدر. هذه موهبة يمكن تحصلها عند ناس أقلاء في المجتمع. الليلة لما استعرضتين موضوع ان رحتين المآسي او معاناة، هي بالاصح معاناة المطلقين، سويتين على شكل قصص، هي محاولة عكس واقع معين بشر يكون ما يعرف يعبر عن نفسه، سويتينها من خلال استماعش الى قصصهم وتحويلها الى قصص يعني هذه حالة فريدة انا شفتها ربما يمكن حتى في العالم العربي. وكنت أتمنى لو بعض يعني أحد القصص قلتيها أو شيء لأجل مناقشتها يعني، ويكون فيها متسع من المناقشة أكثر. لون الأستاذ علي قال إنش بتعبرين يعني عن نفسك وعن كذا، أساس يكون عمق في صلب ما كتبتين، صلب ما يعني أنا أشوف شيء مميز لما تقولين مثلا موضوع السكلر. يعني انت مو مزجتين موضوع حب، موضوع معاناة، موضوع شيء تاريخي، موضوع مشكلة تحتاج الى حلول طبية نفسية اجتماعية يعني. فكان كنت اتمنى ليش لو جبتين احدى القصص، ويعني لو شوي بسيط يكون مناقشة فيها واسعة. وانا اتمنى انش تأخذين مزيد من الكتابة، ولا يعني لا يعفش مثلا تعقيبات أحباط أو كذا،
كذا، كل البشر اللي بدأوا صغار وصاروا كبيرين. يعني فحاولي تمشي مزيد من العطاء. الكتابة هي إنسان يوجد ذاته، إيجاد الذات ليس عملية سهلة. الإنسان لما يكتب أول شيء طاقة عنده، الطاقة تحول إلى يعني إمكانية إيجاد الذات لحث الآخرين لإيجاد ذاتهم، لإبداعاتهم، لطاقاتهم. فأنا أشكرش وأشكر جيتي الليل وشكرا. شكرا أستاذ جعفر. في ناليت تفضل. يمكن اللي خلاني شوية ماستر سلوي في الكتابة أن طلع في منافس هذه الكتابة، حبي للتدريس. يعني هذه وايد شغلني، أنا ما كنت أكتب بصورة متواصلة، كنت وايد أعشق التدريس وتدريس اللغة العربية لمدة 30 سنة وزوجي. يمكن الحين بعد التقاعد يمكن شوي بتفرغ للكتابة أكثر، أتمنى. طيب أستاذ أمينة، أنا عندي لك سؤال. الله يسلمك. هل ما تفكرين في كتابة قصة؟ هل تكتمل كل القصة في ذهنك بشخصياتها وبعدين تكتبينها، وإلا تبدين بحدث معين وبعدين الشخصيات تدخل عليها؟ يعني أنا أتذكر عبد العزيز السريع، أنا هنيته على شخصية من شخصيات المسرحية، أقول لأن هذه الشخصية وايد ظريفة وحلوة، قال والله يا علي أنا ولا فكرت فيه، دخلت علي وأنا أكتب. يعني الشخصية تقتحم عليك الحدث، قال أنا ولا في مخططي في المسرحية ولا في أي شيء، لكن الشخصية دخلت علي. فأنا أريد أعرف هل أنت تضعين صورة مسبقة لحدث، يعني تفكرين في شخصيات بصير كذا، هذا بيسوي كذا، بيسوي كذا كذا كذا، وبتنتهي الحكاية كذا، أم تبتدين وبعدين الأحداث توديك كيف؟ يعني قلت لك قصة، بالنسبة لقصة زارة غريبة، نعم، تحدي امرأة ومستشفى. يعني أنا ما حسيت شلون كتبت الأحداث، التداعيات تجي بروحها، كان في إنسان ثاني بدأ يكتب شخصياتها بتشعباتها، في أكثر من شخصية دش في الخط، قصص دش في الخط. يعني ما تصور، أنا ما أتصور شلون أكتب، يعني هي تيل القصص أو الأحداث هي متواصلة. طيب، شنو أنسب وقت؟ يعني أنت أم ومدرسة ومشغولة، فأي وقت عندك، شنو الوقت المناسب للكتابة؟ اللي تحسين أنه هو الوقت المناسب يعني؟ صدقني ما في وقت، يمكن حتى في المطبخ أكتب، ما في وقت. يعني هي فترة يعني لحظة تكون أحسن بكتب، فممكن وأنا أسوق مثلا أفكر في الفكرة هذه، ممكن أسحب كلينكس وأكتب عليه، ممكن قصاصة أكتب عليه وبعدين أتوسل فيها. هي حالة شعورية، ما تحس متى يعني متى بتكتب. إلهام بالأصح. هل مر عليك عقب ما كتبتي قصة وخلصتي وكذا ان ندمتي ان هاي الشخصيه يا ريت ما سويتها شيء، يا ريت سويت شيء؟ هل مر عليك؟ لا. يعني كنت مقرر على الشخصيات؟ انا ما ادري شلون يجون الشخصيات اصلا، يجون ما ادري، هم يجون يفتحون عالمين وينحطون على الورق، صدقني انا ما اختارهم، هم يختاروني. جميل جميل جميل. طيب، هل من متداخل اخواني واخواتي؟ تفضل استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي سؤالين. سؤال، فكرت يسأل تسوين مثلا دورات حق المراحل الدراسية مثلا ابتدائي، يعني تسوين مثلا دورات تكوين طالعين مواهب الكتاب، يعني تعلمين الياهال. اي انا كنت في مركز سلمان، اعطي دورة في القصة القصيرة. المدارس يستضيفوني كذا كذا، مدرسة مثل شيخ عصام الخليج كذا، مدرسة استضافوني في القصة القصيرة. طبعاً أنا ما خلي بس مجرد محاضر عن القصة القصيرة، أستغل الفرصة لاكتشاف المواهب، أطلب من مدرسات اللغة العربية يجيبون لي مواهب من الكاتبات في القصة القصيرة، وأجري مسابقة، يعني أعطيهم بداية قصة وهم يكملونها، نهاية قصة وهم يكملونها، ونوع التنافس يكون، وطبعاً أحسن قصة. المسابقة تكون جداً جميلة وتطلع لي مواهب الموجودة.
أسألت لهم برنامج مثلاً كل قاعدة بعد عنده مثلاً خط معين يكتب فيه مثلاً هو قوي مثلاً إنه يكتب في الاجتماع ولا في الرعب ولا في شيء أنتي كوفين روحي في أي جزئية يعني في أي لاين يعني حابين تكتبين فيه يعني تحسين أكثر إبداع يعني أعترف بشيء الأستاذ حمد شوي أثر عليه هو يحب الغموض يحب السحر يعني كتاب السحر خير دلي قصصي فيها بعض الغموض شوية لكن أنا أميل للاجتماعي الرومانسية أكثر شيء مثل يعني مشكور بسم الله عليك طيب أستاذ أمينة من أول شخص يقرأ قصتك أول شخص يعني لما تكتبين القصة تنتهين من أول شخص تعرضينها صعب قصيدني في أسئلة صعبة لا بالعكس وايد صعب المفروض لأن حقيقة يعني أنا مثلا لما كتبت قصيدة والدتي الله يرحمها أمية ما تعرف لكن أول شخص أقرأ عليه هي شوف الصح من الغلط نفسك لا وأنت كل يقول لك هذه مو بعدل أقول ليش مو بعدل؟ كنا ما يمشي يعني ساعات يعني السمع بالإيقاع وبالسمع ممكن وبعدين أنت كالكاتب تشعر بالأمان ليش؟ لأن تعطي إنسان يحبك حتى لو يعني بشرخك بحنية يعني لذلك لما تعطي إنسان يعني تثق فيه وتقول إنه والله ما راح يخذلك فأنت تسمع إياها فتقول أقول حتى فهمتي عليها مش يقول كذا طب والله كأنه يقول كذي لكن ما تعرف بالضبط يعني شو المقصود بدأت تقرأ عليها قصائد بالفصحى مثلا لكن بالعامية تدرك هذا الحقيقة يعني فها غيرتي رأيك قولي لنا فكر يعني دائما أسرتي عائلتي طبعا هم الداعم الأولي أول واحد فيهم مساء الخير اولا نشكر استاذه امينه الكولجي على هذه الامسيه الجميله نشكر استاذ اشرف علي هاي عبد الله خليفه على ما تطرق به وافقنا أستاذ أمينة بس حابة أسألك سؤال واحد من هو الكاتب الذي تكوني قريبة منه يعني أقرب إلى كاتب من الكتاب يعني بس محرج إيش فيكم اليوم علي؟ ولا شيء كتاب كتاب العرب مثلا كتاب يعني من قرأتي حق كتاب الرواية وكتاب القصة وصار قريب منك مثلا من اللي يرسخ في ذهنك مثلا حكاية قصة يعني كاتب نجيب محفوظ من أشد يعني نجيب محفوظ طيب جيد ما يحوى طيب تفضل دكتور في مسلسل مصر عايز اتجوز يعني انا استغرب من استاذ محمد عبد الملك كقاص بحريني الى مرور عبد القادر عقيل الى استاذه امينه قلما نجد حد يتبنى ويسوي مسلسل يعني الان القصص هذه اللي كتبتينها ممكن تكون شيء مشابه لعايز اتجوز بالعكس يعني ليش ما حد يتبنى يعني ليش قليلين اللي يتبنون قصص تحويلها الى مسلسل لا مسلسل او فيلم او شيء مسرحيه طيب مسرحيه كيف شرايك والله ارد علي ما اقول لك لا يعني المخرج القفاص اتذكر اتصل فيني بس ما كان ما متشجع كنت وايد وحقيقه في مسلسل كان يقدم في تلفزيون البحرين عنوان الكلمة الطيبة
وهذا المسلسل تكتبه كاتبة بحرينية عضوة في ويانا في الملتقى الثقافي اسمها الدكتورة معصومة المطاوعة. كتبت أكثر من يمكن عدد من الحلقات، وهذه الحلقات أثارت نقاشات وايد في مجتمع البحرين لأنها تطرقت إلى قضايا محلية وقضايا. فن الإخراج شخص شوملي اسمه، ذكر اسمه جمال الشوملي، نعم كان يعني مخرج ممتاز، وكانت هي الكاتبة وتألقت حقيقة في إعداد، يعني كتبت في المسلسلات بشكل جيد. بعدين يجب ما ننسى أمين صالح. أمين صالح كتب يعني أكثر من مسلسل، بس مو مسلسلات، ربما يعني حلقات في مسلسلات معينة، وهي هذه ترى قدرات، يعني قدرات وإمكانيات. وبعدين إعداد سيناريو علم قائم بذاته هو فن السيناريو، شلون تكتب سيناريو حلقة من الحلقات، فهذا كذلك من الأشياء. يعني الأستاذ عيسى هجرس كان عندنا حلم احنا من الأحلام، وحقيقة حطينا عليه الأب قلنا له اكتب لنا سيناريو حلقة فنية تقدم في التلفزيون. فحدثنا يا عيسى عن هذه التجربة تفضل. لأن فعلا كانت تجربة، وتجربة يعني كنا متفقين ويا تلفزيون البحرين أن نسوي قعدة فنية أسبوعية أو شهرية في تلفزيون البحرين، لكن نبي نعرف شنو فقراتها. تفضل أستاذ عيسى. أنت قاعد تنبر مبهد. لا هي كانت يعني مش مسلسل مبهد ولا قصص، قاعدة فنية. هي كان الهاجس أن احنا في مركز كانوا نقيم وايد فقرات ثقافية في المركز، يعني الفنية والشعرية والروائية و وعندنا واستضافين الكثير من الشخصيات والقامات الأدبية والعلمية. فأنا كنت أقول حق أبو فهد، أقول له خسارة إحنا يعني ما يكون لنا فقرة أو سهرة في تلفزيون البحرين، إحنا نختصر ذي الكم ونحاول نقدمه في بوتقة واحدة سهرة لمدة ساعة، نحط فيها الأديب ونحط فيها الفنان ونحط فيها الشاعر ونحط فيها، وبسيناريو محبوك ان اللي قدم يقدم بصورة تشويقية. مرت الأيام، وكان ذاك الوقت يعني يمكن وجود الله يرحمه عبد الوهاب عقة وكان ويانا ويحضر وكذا، فحدث انه حضرت واحدة الأستاذة السورية دكتورة إسعاف، وكانت هي تشرف على البرامج فترة أو ممكن تقدم خلال، وقدمنا حلقة كاملة متكاملة لها وعرضت على التلفزيون، بس أمانة ما حصلنا رد. يعني قالوا هذه المواضيع تحتاج إلى مقابلات شخصية وتقعد تشرح لهم بالضبط وإلى آخره، يعني أشياء كثيرة. فالمشروع يعني ولدت ميتة، يعني المفروض ان شاء الله نحييه في البرنامج. والله يا ابني تحت امرك، الغلطات موجوده ولكن يحتاج الى فتح البيبان. يعني والله البيبان تبي مفاتيح. تفضل استاذ مطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. اول شيء يعطيك العافيه. ثاني شيء سؤال، اول سؤال اللي ابي اساله، هل عندك اطلاع في او قاعده تاخذين تقرين في علم النفس والاجتماع؟ هذه واحد، لان الكتابه او القصص لازم فيها الشغلات، لان فيها تدرج في الشخصيات. شخصيه اذا الكاتب في وجهه نظري ما عنده درايه في علم النفس والاجتماع و ما بيعرف تدرج الشخصية من كان من الولادة إلى أن كبر إلى أن مات. هذه تدرج تدخل في علم الاجتماع والنفس والحياة والأمور. هذه شغلة. الشغلة الثانية أن غير القصص القصيرة دي، هل حاولتي أن تسوين لك موقع تعرضين فيه قصصك سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة؟ اليوم التواصل الاجتماعي أسرع وسيلة حق انتشار
الشخص أسرع من الكتب، لأن اليوم يمكن نقول مو بالأغلبية، يعني كثير من الناس يمكن يوقفون الكتب ما يقرون وايد. في ناس تقرأ بس في ناس الأغلبية على تواصل اجتماعي، يا في موقع يا في واتساب يا في يوتيوب يا في أي مكان. فهذا بس السؤال اللي عندي. شكرا. تفضل يا استاذ. انا ما اتفق معك بالنسبه لعلم الناس. يعني اديب اللي عنده موهبه مثل ما تقول عنده عين فاحصه. يعني يمكن هذه لا شعور لنا فيه لما نكون في اي مجتمع عينه تتلفت ونطالع الملامح ونراقب التصرفات بشيء من الفضول احيانا. طبعا احنا لا شعوريا قاعد نخزن في ذاكرتنا وجوه ومواقف وشخصيات وتصرفات وتداعيات في مواقف لا شعوريا طبعا نطلعها في لحظه من اللحظات. فاذا تشوف بناء الشخصيات يعني مكتمله عندنا بتكون من خلال الملاحظه. بالنسبه للمنتدى ان شاء الله افكر انا بس قلت لك انا من نفس لانه وايد قريت قصص او تابعت قصص سواء قدمت في التلفزيون كمسلسل او كفيلم او في كتاب وايد فيها يعني الاحداث تسلسليه حق الاشخاص وايد فيها اخطاء. من كذي سالتك السؤال لان اولا ما يصير تجيبين ام وابو بيض ولدهم اسود مثل هذه ما تركب. هاي من التسلسل او واحد تجيبين الحين تو ابو سنه في تسلسل في اشياء تسلسليه في الكتاب مش بس انا اعرف بس اذا صارت مثلا لا علاقه بالعلم الاجتماعي من نفسي اللي هو لا مو اللون هو التسلسل هذا التسلسل تدافع الشخصيه في تعليق يعني انا ادعوك اذا تقرا قصصي هذي وتشوف هل الشخصيات مكتمله عندي ولا ناقصه شيء. شكرا. أنا فقط كلام أضفع في نقطة وايد مهمة وهو يعني كثير من الكتاب في البحرين يغفلون جانب أدوات التواصل الاجتماعي الحديث، لأن الآن ما يكفي أن تكون مبدع فقط، لابد تكون مدير علاقات عامة تجيد استخدام أدوات التواصل الاجتماعي، لأنها أدوات حقيقة مذهلة في التواصل. يعني أنا أقول فيها جوانب سلبية لكن جانبها الإيجابي من أعظم. يعني أعطي مثال بسيط وهو يعني في طالبة في جامعة طهران تعد رسالة ماجستير رسالة دكتوراه قالت أنا مختارتك أنت كشاعر من البحرين أبي أكتب عنك، لكن متأكدة أنت لو طرش لي دواوينك ما راح توصل. تخلينا نجرب. وفعلا حاولت أرسل لها ما وصلت. يعني ما رجعت لي لكن ما وصلت. فعن طريق الإيميل مجموعات كاملة موجودة مطبوعة فأرسلت لها في 5 دقائق. وصل. عنده وعدت رسالة من أبدع ما يعني هذه الأداء اللي هي الإيميل والإنستغرام وكل المواقع الواحد يعني إنك تخلي لك موقع إلكتروني هذا من أولويات العديد يعني في زمننا إحنا، لأن أنت عبارة تفتح نافذة على الكون على العالم كله. وأي واحد يقول لك والله من أنت تقول له والله تفضل هذا روح ويعرف عنك كل شيء كل ما عندك. بعدين إنه مو تفتح موقع وتهده، لا لازم تتابعه ولازم تجدده باستمرار ويكون حي ويكون هذا الموقع يوميا أنت تروح له وتشوفه وتشوف ردود أفعال الناس اللي يقرون وتجاوب معاهم ويسألون ويجاوبون. هني حيوية الكاتب تطلع في علاقته بالآخرين وتكون يصير فيه لا تمدد ويصير لا يعني فرصة كبيرة. فأنا كذلك أختي أستاذة أمينة أدعوك إلى عندك بنية شابة وكبيرة نشيطة وعندها الآن أدوات فيمكن طبعا
هو هذا يبي اختصاص لكن في نفس الوقت من الضرورة سهل جدا الاستاذ ما عليه هو شوفي انت ما عندك وقت بس اي بعد ما عندك وقت لا بالعكس معذرتك تفضلي استاذ توني اقترح عليها اقول لها من في البدايه صعبه الوقت مثل ما قلتي انت ممكن في المطبخ تكتبين يعني فكره في الشارع ممكن تكتبين فكره وانت تسوقين الفكره التواصل الاجتماعي مهم من جانب يعني حتى لو يعني عمل الصفحه صعبه ولكن يتطلب في البدايه شغله بسيطه جدا وبعدين التواصل من قبل حتى وانت في المطبخ مثل ما قلتي وبالتالي سهل جدا والرد بيكون سهل انت الان تقاعدتي مثل ما تفرغتين صعب سابقا بس الان ممكن يكون انا نفس يعني الطريقه ممكن يكون قبل صعب اني اتواصل لان الوقت ضيق عند الام والزوجه والامور هذه كلها ومتطلبات العمل بس لما يكون واحد متقاعد يتفرغ يعني اعترف تجربة المغرية يوم انا كنت انشر الساحر ردود الافعال كانت جميلة جدا شوفي ردود الفعل كلش حلوة كانت لا وبعدين تمسين فقرة وتحطينها تشجعين من يجي يشتريها تشجعين صحيح يعني على فكرة الجمهور ممكن يكون اداة استفزاز لك انا اتذكر اول ما رحت قطر جاتني رسالة من البحرين ان هذا الشاعر اللي يحب البحرين هدنا وراح قطر ثلاث اسطر فانا كتبت قصيده عنوانها ثلاث اسطر قصيده غناها خالد الشيخ يعني من قصائد لان هاي ثلاث اسطر هي تحدي لك ان الشاعر اللي كذا 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 يعني كانها عتاب وكانها لوم وكانها اتهام فانا كتبت ثلاث اسطر تقول لي ليش طار الطير عن وكره ترك ديرة هلا وشلح نسانا وبار بالعشر وكانت سدرته عودة تحتها غردت لطيور وكان شالت لها السمار في ليل الهوى سمرة هذا فيها قصيدة طويلة ما أذكرها تفضل استاذ تفضل أمسيتك خلتني جو بالمواد. لا أكيد جميل. أنا عندي سؤال لو. إن شاء الله. إذا ما أنا استقريت منك. أخذت السؤال ماله. تفضل. تفضل. حقيقة في بالي شيء سؤال ولا أعرف في الجامعة. بدأ. والسؤال يعني له مسهل أي واحد فيكم عنده فكرة الجواب جواب. تفضل ليش قصص التاريخ القديمة لا زالت مسيطرة على المجتمعات؟ الكل يقرأ فيها ليه؟ الصوت يا أخي مو واضح أقول لك قصص القديمة في التاريخ مش بخصوص هاي لا زالت مسيطرة على اليوتيوب مسيطرة في السينمات في أفلام مسيطرة يعني لا زالت قصة النبي عيسى قصة النبي موسى، قصة فلان القديمة، قصة يعني القصص القديمة مهيمنة هيمنة غريبة ولا زالت لها فريق ولا معارض قوي جدا يعني يغطي يعني احنا لو بنقرأ يوم انا مثلا بروح قصة الأخ الأمين زين كروائية ولها احترام لكن انت لما تقعد مثلا مع يوتيوب او مثلا او سينما يشدك لما تسمع مثلا فيلم مسويينه عن قصه قديمه في التاريخ ضاربه في التاريخ هذه لا زالت ابي اعرف الجواب عليها ليش لا زالت دي مسيطره على كل الرواه والقصص يعني الحاليين او غيره هذه ماخذه يعني الجو كله بالبندل شكرا بس شكرا هاي تفضل يا استاذ هذا حتى في العالم العربي ولا العالم الغربي كامل العالم الاخر حتى الغربي يعني انت تقصد استاذ انه مسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي الكتب
بس يا اخوي وايد وايد حكايات واشياء ما نقدر هذا الموضوع، بس هذه تذكر كجوانب من التاريخ، يعني تذكر كحكمه، تذكر كامثله، تذكر كاسناد لمواضيع محدده. وفهد الشعب كثير يقرون بالتاريخ والقصص اللي في التاريخ، قصه اهل الكهف وقصه الانسان القديم وكيف كان، يعني تقصد ان هي تعاد ولا زالت، يعني هاي الكتب مليانه من هذه الاشياء الناس تقراها وتشوفها ولا زالت هوليوود والسينمات العالميه لا زالت تنتج هذا النوع من الافلام وهي مسيطره على الانتاج. هذه دليل ان هذه الحكايات لها معاني عميقه، هذا اهم شيء، لان الانسان ما يحتفظ بحكايه جديده باي ذا واي، لابد تكون لها يعني فيها حكمه فيها اثر. انا في تصور هالشكل. دكتوره جميله تفضلي. سؤال واحد أخذها مني طبعاً، هو سرق مني شيء عفوية. لا يقتصر النجاح الكاتب على جودة كتاباته فقط، هذا من وجهة نظري، بس صححي لي طبعاً لو أنا غلطانة، ليست بجودة الكتابة، إنه ممكن يمتد إلى قدرته، خياله، عصفه الذهني. مثل ما قال الأستاذ علي عبد الله خليفة، شلون يحل أحد الشخصيات ويتحكم في الرواية أو القصة أو الموضوع؟ هل في رأيك من لا يجيد النحو مثلا لا يصح أن يكتب رغم أن الإبداعات الأخرى اللي كلها، هل ممكن من يجيد من لا يجيد يكتب رغم أنه ممكن لا يستطيع كتابة رواية وأحداث رواية؟ شكرا. أنت كمعلمة لغة عربية يديني على وتر حساس صراحة. يديني في مكان حساس جدا. يعني أنا من الشخصية يعني الأشخاص اللي يقدسون اللغة العربية. أكيد أنت لغة أنت مدرسة. عندي هوس باللغة العربية لدرجة أن مثلا إذا دشيت في مركز صحي وشفت خطأ نحوي ممكن أودد قبل ما أصحح على طول، أو إذا شفت أي خطأ ممكن أصحح على طول. هل شيء آخر بس في الكتابة؟ في الكتابة إذا تكتب الكاتب بده يكتب اللغة اللي تصحح لابد يجي من النحو، لابد يجي من النحو. إحنا ما نتنازل إن تكون الكتابة بلغة رقيقة بعيدة عن اللغة العربية الصحيحة. من النحو؟ لا إذا كان باللغة العامية هني ممكن نتجاوز، بس إذا يكتب باللغة الفصحى لابد يكون مستوفي قواعد اللغة. شكرا أستاذة. تفضل. هل يكتب دكتورة جميلة نسمع جعفر تفضل. تعقيب على استاذ توفيق وصاحبنا، الامم اللي مرتبطه بالماضي واجد وكل امالها وكل خيالها كلها ماضي ماضي، تروح للماضي. انت لما تقرا اليوم حق العالم كله دائما تحكي عن افاق المستقبل واماني المستقبل وروح المستقبل. ما العالم انا ليش كنت سالت يعني في العالم العربي او في العالم الغربي؟ روح إلى كل الإنتاج اللي تنتجه، لا حد يربط الموضوع بالماضي، لأن إلا الأمم المفلسة دائما ترجع لأنه كان ما عندها شيء، دفاتر يعني كان واحد ما عنده شيء يروح للدفاتر المفلسة وطالع، لكن الإنتاج الغربي في الروايات كله في الأشياء المعاصرة في الأشياء المستقبلية. في أحد عنده مداخلة؟ أنا مداخلة يعني بس أنا رديت عليها. إن شاء الله. تفضلي. بس مجرد كنت أناقشها فحب أن لا بنسمع. كانت تتكلم عن أن الإنسان إذا عنده قدرات إبداعية وقدرة خيالية على تأليف قصص، بس ما عنده يمكن ينقصها القدرة اللغوية. فكنت أقول لها ما يمنع أن هي تكتب اللغة وتعطي لها مصحح لغوي، تعطي لها أستاذ معين. إذا لا يترك.
الجواب لا يترك. زين، واحدة من أساليب التعاون بيني وبين الأستاذ حمد الدحيح إن أنا أراجع أعمالي اللغوية. طبيعي، بس هل ممكن أن سوري بس مداخلة أقدر؟ لن تكمل الأستاذ. إيه تفضل. لا، مثل ما قال الأستاذ، الإنسان عنده قدرة على الإبداع والخيال، ومثل ما قالت بناء الشخصيات وتطويرها وانتهى هذه المقدرات ما يوقفها. صحيح. يعني هذه ممكن الحين حتى البرامج الحديثة اللي تنزلها في مصحح لغوية. صحيح. اللي تكتبها. صحيح. وتستخدم ال جوجل. نعم. جوجل هو ممكن حتى تصحح لغة صحيح. أولا أنا أشكر أستاذ علي على إدارته وسعة صدره وحواره يعني كل الأسئلة اللي حاورك فيها تعتبر ركائز لأي كاتب. هذه من وجهة نظر أستاذ أميني، أي كاتب يحتاج إلى الفكرة الإبداعية التي تأتيه ليلا أو نهارا، هذه لا فرق. بالنسبة إلى الشعور الداخلي للأستاذة أمينة، كتبت عدة قصص من وجهة نظرها اجتماعية، عاطفية، رومانسية إلى آخره، بكل القصص اللي قدمتها. ما أكثر قصة تعجبك وتتمسكين بها دائما؟ هذه، ولماذا؟ وشكرا أستاذة. شكرا. تفضل يا أستاذة. سكون في العاصفة. سكون في العاصفة. قصة أم وتعاني من آخر مراحل حياتها بالسرطان، وهي في المستشفى وعيالها في البيت، المفروض إن يوصلون هم قاعدين في عاصفة في المجر، فهي تضطر إنها تدعم عن طريق الهاتف. الموقف جدا محزن، يعني أنا كتبتها ولما أقرأها أستغرب شلون كتبتها، يمكن دموعي يعني مو يدي يعني شلون تكلم الام كاخر مره تكلم عيالها وتوصيهم، كل طفل على حده شنو الاشياء اللي يحبها وتوصيه عليها. الموقف جدا محزن بالنسبه لي. عندي قصه ثانيه، لحظه غادره، هذه قصه واقعيه لجارتنا طبعا، انتهت حياتها في لحظه. يعني هي كانت مستلمة بيت جديد وراح تسلم المفتاح، صدى حادث. طبعا تداعيات الموقف، حياتها مع أسرتها ومع عائلتها، وشان كانت علاقاتها بأسرتها، وأثناء وفاتها شنو الصور اللي تمر قدام عيونها قبل ما تموت. يعني من المواقف المحسنة شوي. شكرا. شكرا. جميلة. آخر متحدث. خلاص. يعني ما أريد بعد. لا لا لا. طيب. أحمد سيف آخر متحدث. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اخذ امين الكهجي، وشكرا لاستاذي ومعلمي استاذ علي عبد الله خليفه والدكتور علي عبد الله خليفه. يقال ان القدر هو خير مؤلف، القدر هو الكاتب. فانت هل تاخذين رواياتك من الاحداث اللي تمر عليك، وهل تقومين في تعديلها فنيا؟ أنا كثير من الكتاب يوسف الريس وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ يعدلون، فهل أنت تقومين بترتيب أو إعادة أو صياغة الفسم؟ وحين المداخلة وبالنسبة عن الخواطر، هي نعم فعلا الخواطر تأتي في أي وقت، يعني الخواطر ليس لها ساعتها، ليس لها عقار، تكرار
ولاده ومثلات المشاكل ومثلات الى اخره. يعني احيانا انا خواطر الشغبني وانا على السرير اقوم واروح اسجل وارجع مره ثانيه، يمكن احيانا اقوم للصبح خواطر الشاغبني او تشغلني. وشكرا. شكرا. يتهيألي مثل ما قلت لك يعني عين الكاتب تسجل طول ما انت في اي لحظه من اللحظات تسجل دقائق ومواقف ووجوه وفي لحظه تستدعيها كلها تركبها. احيانا انا مثل ما قلت لك في جحيم المطلقات كانت قصص واقعيه، حاولت اغير في الاحداث شويه حمايه للبطلات لان البطلات واقعيات موجوده في الواقع، فغيرت شويه حمايه لهم بس. شكرا. استاذ عيسى بس توضيح. بس للتوضيح على اساس لا يعمل احباط عند الجميع. استاذي انا طروالي الموهوب طبعا شيء جميل ان الانسان يتمتع بكل ادوات الابداع. يعني اذا كان شاعر جميل ان يكون لغوي قوي وعنده موهبه. اذا كان موسيقي يكتب النوته وعازف ويلحن. كل الامور ذي لو تعكسينها لو تبين لك واحد لغوي ما شاء الله عليه يعني في اللغه لا يستطيع ان يكتب بيت شعر واحد. اللي كتبه الموهوب اللي ما يعرف لا بحور الشعر ولا يعرف اللغه. فالموهبه والابداع هم الركيزه الاولى. الابداعات اللي صارت من كم يوم اسمع مقابله حق الموجي يقول انت لما تسوي اللحن شو تسوي بعدين؟ يقول اجيب ناس يكتبونه لي. قال له تعجب المذيع يعني اول مره يسمع الكلام. قال له هو ده يعني ده اللي حاصل كده؟ قال له ما احنا اغلبنا كده يمكن ما عدا عبد الوهاب يمكن او قله البليغ. الاغلبيه يعني في امور لازم ناخذها بالحقيقه ان الابداع هو الركيزه يعني خيالك وابداعك وما يوحي لك. بعدين التصحيح يجي مش مشكله، يكتبون لك اللحن، يصلحون لك البيت الشعر، هذه لكن اذا تعكس الموضوع كثير من الموسيقيين الفطاح اللي يكتبون نوته ما قدروا يسوون تيمه واحده لحن ولا قدروا يسوون دي. فبس التوضيح يعني اثر اقل فعلى اساس ما نتخلى عن مواهبنا يعني. شكرا. 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 استاذ امينه تجربتك حقيقه من التجارب الثمينه اللي تستحق كل تقدير. جهودك في بناء هذه الموهبه وتعزيزها وتعزيز قدراتها مجهود حقيقه يستحق الاحترام والتقدير. وامسيتنا الليله من امتع الامسيات اللي عقدناها لموهبه نسائيه من اهل البحرين. فكل التحيه والشكر ونتمنى لمسيرتك كل التقدم. انا ادعو امين عام المركز بتقديم شهاده تقدير الى الاستاذ عميد. هنادي هيا